في إطار زيارة مختلف ولايات الوطن. اليوم يعني رانا متواجدين في ولاية تمنراس، هذه الولاية العزيزة كثير على قلوبنا، جينا باش نستمعوا لانشغالات مختلف الجمعيات الرياضية والشبانية. إن شاء الله الهدف تاعنا أننا نمدوا كل الإمكانيات اللازمة لشباب المنطقة باش يفجروا طاقاتهم المتعددة. ما شاء الله شفنا اليوم شباب وشابات خاصة عندهم مؤهلات رائعة باش يزيدوا يدعموا مختلف الفرق الوطنية في مختلف الرياضات. على بالكم باللي المنطقة تزخر بمناخ معتدل رائع، وكذلك بارتفاع يقترب 3000 متر، وهذا الشيء يخليها تكون بإذن الله قطب بامتياز بالنسبة للرياضيين. كما على بالكم للرياضيين يروحوا يتدربوا في بلدان أخرى ككينيا، ألوغ كو المنطقة هذه فيها ما شاء الله من عند الله عز وجل هذا المناخ الملائم للتحضير المحكم. فإن شاء الله راح يكون هناك التحضير اللازم لكل الفرق الرياضية. وحبيت نأكد على شيء فقط، شفت رياضيات ما شاء الله عندهم مؤهلات تسمح لهم باش يمثلوا الجزائر احسن تمثيل. انا راح نوعدهم شخصيا مع زميلي وزير الشباب والرياضه باش ندعموا الرياضه النسويه في منطقه تمنراس ان شاء الله. شكرا جزيلا.